بس الحقيقه قبل ما اعيش في الحلقه مع حضراتكم وادخل في تفاصيل الاهلي وبيراميدز امبارح، انا استمتعت بتابلو يعني لوحه فنيه. السيتي واليونايتد الحقيقه امبارح واحده من الماتشات الممتعه لاقصى درجه، وانهالت عليا كده يعني علامات الاستفهام، وجات لي افكار كتيره جدا، وقلت لي لا يعني، وهي الافكار هي دايما اللي بتبتدي التغيير اذا كنا عايزين نغير، يعني اذا كان عندنا الرغبه في التغيير او التطوير. الكلام هنا على فرقتين من اكبر فرق العالم، مش بس الدوري الانجليزي، نتكلم على مانشستر يونايتد وبنتكلم على المان سيتي. اتكلم بقى على قيمه تسويقيه، اتكلم على مستوى الاجور، اتكلم على التاريخ والبطولات، اتكلم على مستوى المنافسه، اتكلم على انه مش بس لقاء كبير في الدوري الانجليزي، ده ديربي مانشستر. اليونايتد والسيتي ديربي مانشستر، يعني مباراه كمان مش بس بين فرقتين كبار، لكن فيها كمان حساسيه شويه من ناحية الجماهيريه. ورغم كده لعيبه السيتي لعبوا مباراه يعني ولا اروع. هو طبعا مش جديد على السيتي، وانا بشوف ان السيتي هو افضل فريق بيلعب كوره في العالم كله، مع كامل الاحترام للريال والبايرن والبارسا وليفربول وتشيلسي، وكل الفرق محترمه جدا وفرق قويه جدا جدا، لكن كوره متعه السيتي يمتعك. وهنا الحقيقه وانا بتفرج على الماتش يعني شغل بالي جدا ايه اللي بيصنع الفارق. انت بتتكلم على فرقه اليونايتد بدايه فيها اهم نجوم العالم، يعني لما تتكلم على كريستيانو رونالدو ومثلا برونو فرنانديز، دول نجوم منتخب البرتغال، اول اسمين بيتحطوا في تشكيله البرتغال. لما تتكلم على رافا فاران وبول بوجبا، اثنين اساسيين مع منتخب فرنسا بطل العالم. لما تتكلم على ديخيا، حارس مرمى من ابرز حراس مرمى الدوري الانجليزي. لما تتكلم على هاري ماجواير، صفقه ب 75 تقريبا مليون يورو، واحد من ابرز الاسماء ودوري انجليزي، مع ماركوس راشفورد، مع سانشو، يعني عندك سكواد على اعلى مستوى. الجماهير حدث ولا حرج، جماهير اليونايتد. اتكلم على التاريخ والبطولات، قول زي ما انت عايز، ازاي يظهر بالمستوى ده قدام السيتي؟ كانت الاجابه الوحيده انه اللي صنع الفارق امبارح الحقيقه، واللي بيصنع الفارق دايما مع السيتي، هو المدير الفني بيب جوارديولا، صاحب البصمه والاداء والطريقه. عنده القدره الحقيقه انه دايما يحسسك انه اللعيبه مش لعيبه نازله تلعب ماتش عشان تجيب 3 بونت وتروح، اللعيبه نازله بتستمتع وتقدموا 1 و2 و3، وبرده مصممين على ان هم يقدموا جرعه من المتعه لجمهورهم. ومن هنا الحقيقه اذا كنا عايزين نفكر، يعني ليه ما بنطرحش في مصر فكره، او اتحاد الكره ما يتبناش فكره المعايشه للمديرين الفنيين المصريين، ان هم يطلعوا مع المدربين الكبار دول، يشوفوا بيشتغلوا ازاي، يتعاملوا مع مدربين بحجم، يا ريت طبعا بيب جوارديولا، يورجن كلوب، توماس توخيل، انطونيو كونتي، ماسيميليانو أليجري، هانس فليك، ناجلزمان، حتى المدرب الصاعد الواعد كام سنه وقادر يبقى يقود فريق زي بايرن ميونخ.